اي نعم. كنت عايز هذا الحديث اللي هو بيقول اللي يصلي 40 يوم في الصف الأول ضعيف، اللي هو بقى من ليس في الصف الأول نعم الحديث، ليس لفظه في الصف الأول من صلى، ليس من إيه؟ إنما لا تفوته تكبيرة الإحرام لا تفوته تكبيرة الإحرام وهو ضعيف أيضا. وهو ضعيف، يعني مفيش حديث يثبت هل يصلي في الصف الأول أو تكبيرة الإحرام، ها؟ يعني لا يوجد حديث يثبت إن يصلي في الصف الأول أو تكبيرة الإحرام، ايوه، لا موجود حديث لكن ضعيف الاسناد. لكن ضعيف الإسناد. ايوه، شكرا يا شيخ، سلام تمام. عليكم.